السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم إصلاح ماكينة الخياطة. توجور معنا لا ماشين سانجر لا 878، وراه عندي كامل الفيديو باش تنجموا تعلموا كيفاش تصلحوا لي ماشين نتاعكم. واليوم راه عندنا هاد لا ماشين ماهيش طلع لنا الخيط من لابورت الثاني، دونك هنا هاد لا ماشين راهي ماهيش تخيط لنا. تبعوني باش تعرفوا كيفاش تنجموا تصلحوا واحد لي ماشين كيما هكا، تنجموا تصلحوها. تبعوني باش تعرفوا اكثر على هاد لا ماشين. دركا انا عندي لا ماشين كيما هكا، غادي نقلبها كيما بهاد الطريقه ونحل هاد الكوره اللي راكم تشوفوا فيه. فوالا دركا نحي لابورت كانت هادي اللي راكم تشوفوا فيها. فوالا بعد نزيد نحي هذا كما راكم تشوفوا. فوالا فوالا هذه الطريقه سهله، تنجموا ديروها بوحدكم. فوالا هنا نشوف الكروشي نتاعي وين راه يوصل. فوالا دونك هنايا الكروشي راه كما راكم تشوفوا، شوف وين راه يوصل هنا الكروشي تاعي. نورمالمون يوصل فهاد البلاصه ويرجع كما راكم تشوفوا. شوف وين راه يوصل. دونك هنا لا ماشين راه عندي ندير ريغليه، قلنا شوف هنا الكروشي راه يوصل بعيد الابره بزاف. نورمالمون يوصل هنا، كيفاش الكروشي رده يوصل لهنايا. تبعوني باش تزيدوا تعرفوا. غادي نحل هاد الكوفر اللي راكم تشوفوا فيه. بعد ما قلعت هاد البراغي زوج نحيو هذا، توجور عنده واحد لوروسول هذا لازم تحتفظوا باش يقعد توجور حاكم هنايا. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا ندير هكا باش تشوفوا مليح كيفاش غادي انا نصلح هاد المشكل. هنايا توجور هذا عنده واحد الفيس، تشوفوا له واش راه هذا محلول ولا لا لا. دونك هنا هذا راه مزير عندنا، ونشوفوا عاود لي فيس هادو اسكو راه محلولين ولا لا. هادو بالكلي علان غادي تحكموا كيما هكا بار اكزومبل، وتشوفوا اسكو هذا راه يبوجي ولا لا. دونك هذا ما راهش يبوجي، لا ماشين تاعنا راها ندير كليه. عندنا نجيبو كليالين كيما هذا، عندنا هنايا نحل هاد فهاد البلاصة اللي راكم تشوفوا فيها. فوالا يعني حليت هنايا هاد الفيس اللي حكمنا هذا. دونك هنا غادي ندير بهاد الطريقة كيما هكذا، نشوفو مليح كيفاش غادي ندير باش نرجل هاد المشكل. غادي هذا الكروشي يكون هنايا كيما كان باغ اكزومبل. غادي فوالا هذا هنا راه بعد على هذا البينيو كيما راكم تشوفوا. هنا واش ندير، غادي الرجل الكروشي هذا هلا كما راكم تشوفوا هذا يولي ليبر كي ندور هكذا. فوالا فوالا هذا يولي ليبر، نجيبو في البلاصة الصحيحة كما قلت لكم. فوالا من بعد نضغط على هذا باش يولي البلاصته كما هكذا. فوالا ورديناه مع البينيون. هنا غادي نزير باش ما يرجعش لورا كما راكم تشوفوا. فوالا لازم تزيرو هنا ديفو، هذا ما يكونش حاكم مليح وهذا يرجع ودير يقلع لا ماشين. دونك هنا نزير مليح باش ما يعاودش يحل.
دونك هنا غادي نوريكم لو كروشي كيفاش كيفاش راه هنا فوالا. ومن بعد الكروشي شوف البلاصه وين يوصل ومن بعد يولي باش يدي لنا الخيط. كي كان ديريكلي هذا كان يوصلنا الى هذه البلاصه، دونك يكون يوصل هنا ما غاديش يوصل باش يدي لنا الخيط من الابره. دونك هذه هي الطريقه الصحيحه نتاع الريغلاج نتاع هاد لا ماشين كما راكم تشوفوا. لازم تتعلموا كيفاش تشوفوا الكروشي نتاعكم كي لا ماشين تدي ريغلا. دي فوا يكون هنايا في بلاصته، هذا يكون في بلاصته. غادي نوريكم طريقه اخرى او تكون لا ماشين عندكم مديريغليه بصح ماهوش مهاد الكروشي، الكروشي يكون يخدم الخدمه نتاعو الصحيحه في بلاصته مي الابره تكون طالعه. قلنا كي تكملوا المهمه نتاعكم تريغلو ولا تشوفوا هاد الفيس يكون دي فوا ينحل هاد الفيس، وهذا يكون هو دي يكون يطحي دي ريغلي، لازم توجور تاكدوا من هاد الفيس دي فوا ينحل ولا ماشين نتاعكم ما توليش تخدم. دائما تاكدوا من لي فيس هادو نتاع هنا ولا هادو هنا دي فوا تاني يكونوا ينحلوا، هادو يكون يتنشب وحده ولا ماشين نتاعكم دي ريغلا. دركا كي تكملوا غادي توجور هذا يكون بهذه الطريقه، الا كان هذا غادي نستنين ما يولوش يخدموا لكم وديروا البراغي نتاعكم. فوالا راني درت البراغي وتوجور الرسول هذا في بلاصته كما راكم تشوفوا. لازم ما تنساوش هذا، غادي نوريكم عاود طريقه اخرى كي تكون ابره طالعه كيفاش غادي تريغلوها. غادي نوريكم كيفاش كي تكون الابره مديريغليه ما تخدمش مع الكروشي. غادي انا نحل هنا فوالا ونطلع الابره شويه باش تفهموا مليح. قلنا دي فوا الباريغوي يطلع هنا، لازم تشوفوا تحلوا هكذا وتشوفوا مو الكروشي راه يوصل في البلاصه الصحيحه مي ما راش يوصل باش يدينا الخيط كما راكم تشوفوا. شوف كي البلاصه تاعو الصحيحه راها في بلاصته مي ما راش لا ماشين تخيط لي ما طلعليش الخيط. دونك هنا تاكد تشوف هكذا وتشوف الكروشي وين راه يوصل، راه يوصل مع العين تاع الابره. دونك هنا ما طلعناش الخيط، دونك هنا الابره راها طالعه. دونك فهاد المشكل غادي تجيو لهنايا كيما هكا، لازم يكون عندكم الكلي الان كيما هكذا. نحل هنايا بهاد الطريقة فوالا، نهبط بعد المليمتر كيما هكذا، نهبط شوية إبرة ونزير هنا بهاد الطريقة فوالا. من بعد غادي تشوفوا دروكا الابره كيفاش راهي مع الكروشي. تبعوا مليح، تبعوني مليح كيفاش تنجموا تريغلو لا ماشين تاعكم بوحدكم. هذه طريقه سهله فوالا. قلنا الكروشي هاون راه واصل، راه غادي يدي الخيط فوالا، دروك راه يلحق الخيط كما راكم تشوفوا. هنايا نزيد نهبط شويه هنا ونزير هنايا الكلي الان. قلنا تبعو مليح دروك الكروشي وين راح يوصل فوالا. دونك الكروشي دروك راه هنا في بلاصته الصحيح يوصل، ومن بعد يولي كيولي فوالا راه يجي فوق العين نتاع الابره هنايا باش يدينا الخيط. هذه هي الطريقه الصحيحه كيفاش تريكلو لا ماشين نتاعكم. الا تفرجوا الفيديو مليح وركزوا مليح كيفاش راني ندير باش تنجموا تريكلو هاد لا ماشين سانجر لا 878. دونك هنا الكروشي كما راكم تشوفوا فوالا
راح يجي فوق العين نتاع الإبرة. كانت عندنا الإبرة طالعة، الكروشي كان في بلاصته، مي كي شفناه هنايا جبرنا الكروشي يلحقنا هنايا العين نتاع الإبرة. دونك هنا كي كان يروح هكذا باش يدي لنا الخيط، هنا كان الكروشي يوصل لهنايا وما يديش الخيط. دونك هنا هبطنا شويه الابره باش الكروشي يوصل على الخيط ويديه لنا. هذه طريقه سهله، الا تركيز على الفيديو وتبعوا مليح وشوفوا، وان شاء الله كامل تعلموا كيفاش تريقلوا لا ماشين نتاعكم. ونقول لكم الله يعاونكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سمحوا لي نسيت حاجه، وهذه كي تركبوها راها طريقه سهله، الا طلعوا الابره كما هكذا وجيبوا كما هكذا تاعكم وتركبوا. هادو راهم طريقه سهله كما راكم تشوفوا، ديروا الكروشي وزيدوا هادو وديروا هادو فوقهم كما هكذا. راهي طريقه سهله تنجموا تخدموا بوحدكم لا ماشين نتاعكم ولا بورت كانت. راهي طريقه سهله كيفاش ديروا لا بورت كانت نتاعكم. فوالا راهي طريقه سهله كما قلت لكم، وتنجموا تخدموا لي ماشين نتاعكم بوحدكم، ما فيها حتى حاجه غير لا تبعوا لي الفيديو مليح وركزوا لنا على كيفاش راني ندير باش تنجموا تركبوا لا ماشين نتاعكم. فوالا غادي ندير الخيط وتشوفوا لا ماشين كيفاش راهي طلع الخيط. فوالا تبعوني، فوالا فوالا هيا طلع الخيط. دونك انا نقول لكم السلام عليكم.